العلامة الشيخ محمد أرشد البنجري درس على المرتضى الزبيدي ثم رجع إلى مرتفورة واستقر فيها، فنبغ من تلامذته وذريته وأسرته زيادة على 200 من العلماء، حتى إن الشيخ عبد الرحمن بن صديق المرتفوري قد ألف كتابا اسمه الشجرة الأرشدية، يذكر فيه أخبار علماء هذه الأسرة العلمية العريقة، ويذكر أن الشيخ محمد أرشد البنجري قد كان مجدد الدين في تلك البقاع، إذ أعاد ترتيب شؤون القضاء وشؤون الإفتاء وشؤون الخطابة فضلا عن مجالس الإقراء والتعليم والمدارس العلمية. أين هذا الإمام الكبير، وأين أخباره، وأين سيرته، وأين ترجمته، وأين مؤلفاته، وأين أسانيده؟ ولقد ظللت فترة أتتبع فقط من خلال كتب مسند الدنيا وشيخ مشايخنا شيخ محمد ياسين الفاداني، ظللت أتتبع من أثباته وكتبه فقط كل سند يمر بالشيخ محمد أرشد البنجري. ولما أن نزلت في مرتفورة طلبت منهم أن يبحثوا لي عن كتاب الشجرة الأرشدية، فأسعفني به حبيبنا وصديقنا الشيخ أحمد شعراني بن محمد طيب المرتفوري حفظه الله. ورغم أن الكتاب باللغة الأندونيسية إلا أني اقتنيته ورجعت به إلى القاهرة، وسوف أطلب من أبنائنا وطلابنا الأندونيسيين من يترجم لي الكتاب، حتى تسري أخبار العلماء، وحتى نعيد الإنعاش والإحياء لأخبار أئمة الهدى. فإنه ما من أحد يكمل في العلم ولا يصل فيه إلى مقدار إلا إذا ما عكف على مطالعة سير الأكابر وتراجم الأئمة.